ساليبي، مثل هاليوم من عام 2008 أعلنت جمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد ويتم دمجهم بالمجتمع. خلونا نتعرف على هذا اليوم بالمادة التالية. اليوم العالمي للتوحد يصادف الثاني من نيسان من كل عام ويهدف إلى التعريف به والتحذير منه. أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2007 بالإجماع يوم الثاني من نيسان بوصفه اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع. وجرى أول احتفال به عام 2008. تشمل اضطرابات طيف التوحد مجموعة من الاعتلالات التي تتصف بضعف السلوك الاجتماعي والتواصل والمهارات اللغوية إلى حد ما، وضيق نطاق أوجه الاهتمام والأنشطة التي ينفرد بها الشخص المعني وتتسم بتكرارها. نيسان، بعد ما تابعنا المادة التالية، موضوعنا اليوم رح نحكي عنه بشكل موسع وعن أهمية هذا اليوم. أكيد بسنا رحب الدكتورة رنا صالح، أخصائية تربية خاصة. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتورة. بداية دكتورة، خلينا نحكي عن هذا اليوم، قديش هو مهم للتوعية ولا نعرف العالم أكثر بأنه كيف فينا نعرفهم عن اضطراب التوحد؟ الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت بعام 2008 بالإجماع أنه هذا اليوم حيكون ب 2 أبريل هو يوم الاحتفال بالتوحد. ليه؟ لحتى يسلطوا الضوء بشكل كبير على معاناة أطفال هذا اللون الأطفال، محاولة دمجهم بالمجتمع وتحسين مستوى معيشتهم وحياتهم اليومية. لأنه إحنا بنعرف أنه وجود طفل عنده اضطراب طيف التوحد بالأسرة هو عبء كتير كبير، إن كان كافة النواحي، إن كان معلوماتياً أو مادياً أو نفسياً. هلا شو هو اضطراب طيف التوحد؟ هو اضطراب نمائي عصبي بتكوين المنشأ، يعني بيجي الطفل من رحم امه عنده توحد، ما بهذا الخطأ الشائع المتواجد صار عنده. هو صار عنده توحد بعدين، لا هو تكوين المنشأ بيأثر على الأداء العام للطفل على جميع المناحي، ويتميز من ضعف إلى عجز بالتفاعل الاجتماعي، بالتواصل اللفظي وغير اللفظي، بالاهتمامات، بيظهر عندهم اهتمامات محددة، سلوكيات ونمطيات متكررة مثل رفرفة اليدين وحركات الأصابع هي بتظهر أكثر شيء. وكمان أدرج بالدي اس ام 5 الحساسيات اللمسية أو الذوقية أو الحساسية للأطعمة أو الملامس. يعني يا دكتورة يمكن عرفتي لنا الموضوع هيك بشكل مبسط ومختصر. أكيد دائما نحن في حملات أو في يوم توعية ضد أكيد هالمرض خلينا نقول، أو ضد أنه الإنسان يتصرف بشكل خاطئ مع هدول الأشخاص. خلينا نحكي قديش اليوم مهم التوعية والتعريف، أنه نحن نستخدم الأساليب الصحيحة ونكون ضد أي أسلوب خاطئ ضد هدول الأشخاص. هلأ هو التوعية بمجال اضطراب التوحد لحتى يكون نحن عنا بالمجتمع مشكلة كتير كبيرة، أنه إذا ما عرفنا الآخر ما منتقبله. فأغلب أطفال التوحد ما حدا بيعرف أنه هن مثلا بتفوتي على سوبر ماركت أو مول بتلاقي طفل مبحوط بالأرض عم يبكي، عنده نوبة صراخ أو نوبة ضحك، بصير أنه ابنك ما نو مربى، ليش ما نك مربيتي، ليش ما بتتجاهلي حطيه بالبيت، ما بتعرفي تعاملي معه، ليش بتطلعيه معك. وقت نحن منوعي بهذا الاضطراب نحن عم نوعي المجتمع انه وقت بتشوفوا هيك اطفال لازم يكونوا يقدموا مساندة للاهل، ما تكونوا عبء اضافي لهم. عبء على الاهل فعلا يمكن بتكون المجتمع احيانا او المحيط يلي ما بيساعدوا الاهل. بدايه خلينا نرجع نحكي بموضوع باي عمر بيكون في دلائل بتدل الاهل وبتساعدهم ليعرفوا انه عندهم طفل عنده اضطراب التوحد. احنا في بنسميها مؤشرات غير مطمئنه، بتظهر بشكل واضح، هي مثل ما قلنا تكوين المنشأ،
يعني بيجي طفل من رحم الأم هو عنده توحد، بس بتظهر الأعراض بشكل جلي بين عمر السنة ونص والثلاث سنين. هون بتظهر بقى الدلالات الواضحة، بنسميها مؤشرات غير مطمئنة، مثل مثلا مشي على رؤوس الأصابع، عدم استجابة للمناداة بالاسم، عدم استجابة للتعليمات اللفظية، مثلا تعال عندي، هاد جيب، ما بيستجيب للإيماءات، يعني هو ما تأخر باللغة والكلام، مع هذا الشيء هو ما بيستخدم الإشارة كتعويض عن هذا التأخر. مثلا ما طفلك بيقول مثلا بدي تفاحة، فهو لازم يقول لك انه هي، يأشر بإصبعته، هو ما بيستخدم، بيمسك بإيد أمه بشكل قيادي لأي شيء بده اياه، بده يفتح البراد بيمسك بإيد الأهل، عنده هذا سلوك القيادة بشكل متكرر. الحركات النمطية، رفرفة اليدين، بتلاقيهم الشد على الجسم، هز الجسم، الرفرفة. وفي أنواع للتوحد، يعني في أنواع تظهر مثلا كل مؤشرات مختلفة عن بين طفل وآخر؟ هلا هن اجمالا في شيء اساسي اللي هي مثل ما حكينا، التفاعل الاجتماعي، التواصل، التأخر اللغوي، والحركات النمطية والحساسيات اللمسية ان كان منخفض او شديدة. شو الحساسيات اللمسية؟ حسيتك بدك تسألي هي السؤال. هن الأطفال بيحبوا يلمسوا الأشياء، تلاقي بتعطيه كاسة لازم يلمسها، بتعطيه لعبة لازم يلمسها، أو يشمها أو يحطها بتمه يدوقها. بتلاقيهم مثلا عم يضرب بإيده، في أطفال بيتحملوا الألم عندهم. تلاقيه مثلا ماسك كاس الشاي، أنت ما بتقدري تمسكيه أكثر من ثانية، هني بيضل ماسكها. أو في أطفال بتجون أنه واقع من الطابق الثالث، هو ما أبدأ أي ردة فعل، يعني أنه لبعد يومين لفات على المشفى وطلع كذا لحتى أظهر ردة الفعل. نعم. فهي المؤشرات كلها وقت بنشوفها عند أطفالنا، حتى لو ما كانت بشكل واضح. أنا دائما بقول الأم عندها حاسة السادسة، عندها هذا الإحساس، قلبها دليلة. أي تأخر بتشوفه غير واضح، شاكة فيه، إن كان بالتأخر اللغوي، إن كان بالحركات، إن كان بالحساسيات اللمسية، بالحساسيات، أي شيء لازم هي تراجع اختصاصي. نعم. بشكل مباشر، لأنه أي تأخر بتشخيص هذا الاضطراب، نحن عم نكون تأخرنا بالتأهيل، عم بنكون راكمنا على حالنا مشاكل مستقبلية نحن بغينا عنها. نعم. يعني حكيتي نقطة كتير مهمة دكتورة رنا، اللي هي الأم دائما يمكن تشعر بطفلة سواء كان عنده مشكلة أو ما عنده مشكلة أو بكل شيء. يعني كمان أيضا في كتير من الأمهات بتراود هيك لفكرهم، بس يكون عندهم طفل بيعاني أو طفلة من التوحد، بيقولوا هل أنا كنت سبب بهذا الموضوع؟ هل خلال فترة الحمل أنا ما درت بالي على حالي؟ هل أنا امرأة مدخنة يمكن صار عندي عنده نقص أكسجة الطفل؟ يعني كثير أمور الأم أحياناً تلقي اللوم على نفسها، وممكن ما يكون إلا ذنب، ممكن إرادة ربنا، ممكن عوامل جينية وراثية تكون تلعب دور. فهذا حكي لنا عنه. لحد الآن ما هو نسميه الاضطراب الغامض، لأنه لحد الآن ما نعرف لأي أي مسبب لإنه مجهول. بس الحدث الصادم بآخر الأبحاث الأخيرة بتأكد أنه هو الأب هو اللي بيحدد إذا الطفل عنده توحد أو لا. بس أنه الأم تلوم نفسها أو نجلد ذاتنا، نحن هذا الطفل ليش إجا توحد، ما في تحديد لأي أسباب أبداً. ولكن في دائما اسباب اثناء الحمل، ما قبل الحمل، بعد الحمل، هدول نحن مو بايدنا. يعني بس تحاول الام بثلاث اشهر الاولى من الحمل تحمي حالها، يعني ما تتعرض للروائح، ما تتعرض لاصابات، المشاكل النفسيه، الضغوطات تبعد عنها بقدر الامكان، تحاول يعني تلاقي تماما تلاقي جو مناسب. صحيح. وظروف مناسبة. يعني يمكن بدل ممكن ما تلوم حالة على شيء مضى، لازم تاخد إجراء يعني بالوقت الآني أو الوقت الحالي، بعد ما أنه الأهل عرفوا أنه طفلهم عنده اضطراب توحد. هون يمكن هنا لازم يتصرفوا بشكل متسارع لحتى يقدروا يلاحقوا هذا الطفل. شو هي أبرز المشاكل اللي بتواجهيها بالتعامل مع الأهل، وخصيصا بالمرحلة الأولى لتشخيص اضطراب التوحد؟ نحن بنركز على التوعية باضطراب طيف التوحد، لأنه من خلال تعاملنا مع الأهالي عم نلاقي صعوبة بإنكارهم. بيجي الأهل ليشخصوا الطفل بعمر الست سنين، طيب وين كنا قبل الست سنين؟ أنا ما كنت مصدق أنه ابني فيه شيء، أنا كنت عم كذب حالي، حتى كنت حاسة أنه فيه، بس اللي حوالي عم بيقولوا لي لا، ابن عمه تأخر بالحكي، خاله كان متأخر بالحكي، فلان من العيلة أنه كان عنده مشاكل وهي ما أحلى صار كبير. فأنا وصلت لمرحلة وقت دخل على المدرسة ما لقيت ولا مدرسة تقبله. فهذا الإنكار عم بيسبب كتير تأخر بالعلاج، وكل ما تأخرنا بالعلاج كل ما كانت
المشاكل المستقبلية حتكون متراكمة أكثر. دائما نحن بنركز على موضوع التدخل المبكر. التدخل المبكر هو لعمر 9 سنين، بس نحن كاختصاصيين من خلال تعاملنا المستمر مع أطفال التوحد، كل ما كان التدخل قبل 4 سنين كل ما كانت النتائج كتير ممتازة، لدرجة أنه إحنا عم يجينا أطفال مثلا عم بيكون إذا توحد بور ما معه مترافق مع إعاقات تانية مثل إعاقة العقلية أو ADHD أو أي اضطرابات تانية، عم يقدر يطلع الطفل من التوحد. يعني توصل لمرحلة عم يوصل مع عم يحمل أعراض بسيطة معه وبيكمل بالدراسة، بيكمل بجامعته، بيكمل بحياته طبيعية، وبيتزوج وبشكله أسرة. يعني التشخيص المبكر فعلا له دور كتير مهم. صح. لحتى هيك بسمي التشخيص هو نصف العلاج. نعم، حلو كتير دكتورة. يمكن دائما لازم يكون غير المرجع في كمان تأهيل وتدريب للأم واللجوء دائما للاختصاصي النفسي والتربوي بكل خطوة بيقوم فيها. قديش مهم تأهيل كوادر أيضا للأمهات للأهل بالبيت، وقديش لازم يكونوا كمان في صبر، يعني بدهم صبر هدول الأطفال، بدهم طولة بال كتير أكتر من الأطفال خلينا نقول يلي ما عندهم توحد. تمام، لأنه التغذية الراجعة من التقدم اللي بيكون عندهم كتير بطيء أو حسب كل طفل للتاني يعني، بس الضغط اللي بيشعر فيه الاختصاصي أو العامل مع أطفال التوحد والأهل هو ضغط كتير كبير، وبده طولة بال كبيرة لحتى نحن نلاقي نتيجة. يمكن نشتغل 6 أشهر على مهارة من المهارات لتظهر معنا، ويمكن خلال جلسة واحدة تظهر المهارة. الأهل نركز على موضوع أنه نحن بلشنا بالتأهيل، نشوف الشخص المناسب نحن نشخص، ولحتى نضع برنامج تربوي فردي. هو بطريقه التعامل مع ترابتي في التوحد اول شيء بيكون في كشف، بعدين تشخيص، بعدين بيضع برنامج تربوي فردي لكل طفل على حده. ما في برنامج بيتشابه مع البرنامج الثاني، كل طفل له خطته، له برنامجه، له الاهداف السلوكيه او خطه تعديل السلوك اللي نحن بنتعامل فيها معه. الاهل اي نصيحه انه الاهل بيروحوا على الاختصاصي او جلسات بيعطوا لاطفالهم. الاختصاصي مهمته هو 70% جلسة حتكون للأهل للأسرة وليس للطفل، 30% هي للطفل، 70% هي للأسرة لحتى يتعلم كيف يتعامل مع طفله خلال 24 ساعة الباقية. ونحن بنعلمهم كيف انه يكون نكيف الروتين اليومي المنزلي بالبيت لحتى نكيف هاي البيئة بشكل كامل لحتى نساعد هذا الطفل يتعلم مهارات كتيرة. يعني من خلال مثلا اليوم نحن بنقول للام مثلا حطي بدك تعلمي الاحرف، مثلا اكتبي كلمه براد على البراد وحطي حرف الباء، وانت عم تحممي ذكري له مثلا اسماء الاشياء اللي حواليه انه هي ماما هي شامبو، وانت عم تغسلي مثلا هي ايدك هي عين هي بشكل يومي. هذا الروتين اليومي نحن نكيفه لنحقق اهداف البرنامج اللي احنا عم نشتغل عليه. كمان موضوع يمكن الدمج الطفل التوحد بالمجتمع هو كمان المواضيع المهمه، ولكن باشراف وبشيء مدروس اكيد، ما هو دمج عشوائي. تمام، الدمج له شروطه ان كان بالمدارس والدمج الاجتماعي ما مشكله. نحن بنوعي الاخرين انه نحن لازم نوقف جنب هدول الاهالي، نقدم لهم حتى نحن بنقدم نصيحه للاسر انه اذا في حدا بالعيله عندكم عنده طفل توحد حاولوا تقولوا له انه نحن بنستلم طفلك يوم واحد وانت طلع غير جو، لانه هي كثير مشكله كبيره للاهل انه نحن ما بيقدر يطلع من البيت اذا في عندهم طفل توحد، ما بيقدروا يروحوا اي مشوار لانه هو بيدوج عنده ضحك بدون سبب، عنده نوبات صراخ وهياج ما غير معروفه السبب. فنحن دائما انه نقدم دعم لهدول الاسر ونقدم لهم شو بيحتاجوا، ان كان معلومات، ان كان دعم نفسي، ان كان دعم اجتماعي. فالدمج وقت اللي بدنا ندخل نحن على المدرسه فيه له شروطه، لازم الطفل يكون نطفان، لازم الطفل يكون عنده المهارات الاساسيه مثل مهارات التقليد، مهاره اتباع الاوامر، الاستجابه للمنادى باسمه. فنحن ما اي طفل نقدر ندمجه مع دمج ان كان اجتماعي او اكاديمي. نتمنى هالنصائح تكون وصلت لكل الاهالي وكل الاشخاص يلي عم يتابعونا، وفعلا يصير في عندنا توعيه حقيقيه ومجتمعيه لهذا اليوم ولهدول الاشخاص وطريقه التعامل معه. شكرا كثير لك دكتوره رنا. شكرا كثير. شكرا لك دكتوره رنا. واكيد دائما اللي بيعزينا او اللي نحن دائما بخفف العبء عن الاهل هو النتائج اللي نحن عم نحققها من خلال التدريب، من خلال التاهيل. وان شاء الله هيك يا رب ما حدا بيضل هيك عنده اي عائق واي مشكله. نورتي صباحنا دكتوره رنا. يسعد صباح.